نعم، إذا بالإمكان إذا كنت تسمعيننا ولو على هذا المقدار فقط اذكري لنا قصة تشيعكم. يعني الحمد لله، يعني هذه فرج من الله عز وجل، يعني يريد بنا اليسر في الدنيا، السبب هو لقائي بأناس طيبين جزاهم الله بكل خير، الأخ زهرة وزوجها المحترم عبد اللطيف نصير، هما اللذان أرشدني للأخ الفاضل أبو فاطمة جزاه الله بكل خير، تواصلت معه جزاهم الله خيرا. نعم. والحمد لله، يعني من خليل أبو فاطمة جزاه الله بكل خير، علمني أصول دين الحق. نعم. الأمور كثرة والحمد لله. الحمد لله. أختي أم سليمان، بعد أن أعلنت تشيعك، ما هو الشعور الذي انتابك بعد كل هذه السنين التي مضت وأنت على مذهب باطل؟ يعني الحمد لله من بعد هذه السنين، يعني فرح وسرور وأمور كثيرة والحمد لله، يعني بعد ما كنا في غفلة في ديننا ودي، يعني أمور كثيرة كانت تراودنا في أفكاري أنا حقا نحن في ديننا الصحيح، والحمد لله بعد عمرين طويل الله عز وجل نور بصيرتنا وهدانا إلى صراط المستقيم. الحمد لله تعالى. معكم سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. بارك الله بك يا أختنا الكريمة، وهنيئا لك موالاتك للنبي وآله الأطهار عليهم السلام وتصحيحك إسلامك. أسأل الله أن يتقبل منك وأن يثبتك وإيانا على الإيمان والهدى حتى نلقاه إن شاء الله. على بركة الله تعالى، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، وصلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأبناءها المعصومين حجج الله، وأبناؤها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، وأبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وأشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بارك الله بك يا أختنا الكريمة، رزقك الله الجنة بمجاورة محمد وآله الأطهار عليهم السلام. نور الولاية أخونا أبو علي الطرفي، نوجه له التحية والسلام. أهلا بكل من تشيع وتمسك بنور الولاية ويدين الله ورسوله.
الرسول وعتره حق وهدايه ويا وحيدر الكرار او حيدر الكرار يا المستبصير او حيدر الكرار يشفع لك هو ضامن هالحمايه هات مسك بالكرار تمسك هات مسك بالكرار تمسك يوم المحشر حامين تمسك بالكرار تمسك يوم المحشر حامين تمسك بالكرار تمسك يوم المحشر حامين